لأبناء المستقبل، ذاكروا اجتهدوا يا أخي، إذا دخلت شيء أتقنه. تفضل أستاذ متعب. لكل مجتهد نصيب، العلم نور والجهل ظلام. إن شاء الله ربي بيعطي كل واحد على قد نيته. إن شاء الله التوفيق لكم جميعاً رب العالمين. والسلام اختام. فات 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 فات. خلوكم تقيل اسف معليش. ارجع عشان ما تكسب لو سمحت. معليش. يا الله شو هيدا، يا الله يا الله يا الله. يا الله مهدم. تفضل يا استاذ. حبيتك. لا تقلد لهشت يلا شد الحركة. حبيتك يخرب بيتك. انت فله شمعة منورة. بس انا يعني كلكم ما قصر ذكر اخويا. اول حاجة بيض الله يجيكم على العمل، رسالة هادفة. اتقنتوا. لا كلهم والله كلهم. كان سكتش قصير نوعا ما لكن ما قصرت. انوه على حاجه بسيطه بعد ما غلق نقدي لو سمحت. تفضل. بعد ما يغلقون كلهم. تفضل. تقسيمكم للادوار كان جيد. طالب الدافور، طالب الداج، وجيه مناسب. بعيد الشر ان شاء الله. بعيد من الشر. هذا تمثيل، كله تمثيل. بس المفروض نخلي متعب طالب. لكن يعطيكم العافيه. بيض الله وجيهكم. ننتقل للمستر بن رميثه. تفضل. ينوه اخوي عبد الله. بعدين انا لا ما تعداك هو بالدور حبيبي خلص دورك. اقول فكره وطرح جميل قدمته الشيء اللي يبيض وجيهكم. ما قصرتوا والله لا يهينكم. عندك يا ابو سعيد خلصت صراحه كثير مهزومين كثير ابدعتوا مره واو 10 من 10 عشان متعب صديقي. الحمد لله يا رب ما قصرتوا فكرتكم. الله يعطيكم العافيه. حاضر على حاجه الشيء اللي خلاص صبر. لا دقيقه عبد الله خلينا نبدا خلينا نبدا. تفضل. الشيء اللي شفتوه هذا كله يمكن ما اخذنا فيه دقيقتين او ثلاث دقائق. اختصرنا كل يعني. الكلام اللي تشوفونه احنا قلنا بس اجلسوا يا اثنين، انت سوي نفسك تغش وذا كل الكلام السيناريو هذا كله ما اتفقتوا عليه؟ ما اتفقنا. الكلام على طول استرسلنا في الموضوع. تدري يعني هذا كل المشهد فات دقيقة بالله. يعني كل المشهد هذا اللي قدمته يعني استرسال وسوه الحين ما رتبته. احنا ما رتبنا الادوار بس الله يبيض وجيهكم. تدري ايش هذا وانت ما رتبته يعني لو شيء كويس انكم طلعتوا بمشهد وجهتوا فيه رسالة. رسالة معنا هذه هذه هذا هو تشكرون عليها. الله شكرا لله سبحانه لكم ان شاء الله ويسعدكم. برافو 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 صراحه ابطا ما لا تدلل اللي جنبك. طيب انا شكلي بتبقى في جوله. تبقى صوت صوت. تبقى الفريق الاخير. دقيقه عندك لا تبقى فريق ابشر بسعتك. انت منهم؟ منهم نعم. بس خلنا نبقى نضبط. خذ راحت المسرح لك. فريق ابشر بالسعد؟ ايوه. تبغى اساعدك؟ لا لا بين الشباب ان شاء الله. عرفتوها؟ ايوه ايوه بين معك. شو صار حق ابشر بالسعد؟ لا 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 هني بخليه. الا مكسلين نبغى جلسه. صراحه الشباب مبدعين مره كثير مهزومين. شمعه منوره ايش؟ منوره شمعه كل شمعه منوره كل شمعه منوره. الله يسعدك. خذ صراحه لا 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 انا بس امسك الكرسي. لا صراحه انا اشوف انا اجيب دور ابو معدي. لا اشهد ابو معدي يعني ممثل كبير مثلي استاذ صراحه الشباب هذول ما قطعتك. اجحدوها. صلي على النبي. اللهم صل وسلم. انا صراحه ارى ان